oh ينبغي أن نحاول أن يكون عطاؤنا للإمام الحسين عطاءً استثنائيا، أن لا نفكر في الحدود، نحاول واحد يفكر أن يقوم بعطاء استثنائي، شنو هذا العطاء الاستثنائي يجب ان نفكر في ذلك واحد ينبغي ان يرى ماذا يتمكن في حقل التعليم في حقل المنبر في حقل المجتمع في الحقل المالي مو انه واحد يفكر في الحدود هذه القضية نقلها ابن العم عن العم، يقول: "قبل أكثر من خمسين عام، مجموعة من أعيان كربلاء، فكروا أن يشتروا البيوت المحيطة بالصحن لان الصحن كان صغيرا ففكروا في التوسع اجوا واشتروا البيت الاول البيت الثاني البيت الثالث واحد من الافراد بمجرد ما علم بذلك اخذ يجدد بيته يصبغ بيته هذا واضح واحد عندما يصبغ بيته يعني يريد ياخذ قيمة أعلى معلوم يقول هؤلاء الأعيان راحوا اشتروا البيوت إلى أن وصلت النوبة إلى بيت هذا حتى يدخلوا هذه البيوت في الصحن الشريف قال أنه أجوا هؤلاء الاعيان مع مقوم الى بيته قالوا احنا نريد نشتري منك هذا البيت حتى ندخله في الصاح حاضر قال ايه ترغب في بيعه قال إيه. اريد ابيعه فقالوا لهذا المقوم احنا جاي ويانا يقوم البيت قوم البيت وحدد قيمه مناسبه كذا قالوا لي إحنا نشتري منك البيت بهذه القيمة. قال هذا قليل. غلوا القيمة. قال قليل. كلما غلوا القيمة كان يقول قليل. إلى أن يأسوا ما يتمكن. وسكتوا. قال ذلك الرجل أطرق برأسه قليلا ثم قال لهم بعت البيت قالوا بكام قال أنا ما بعته لكم حتى تسألوني عن السماء قالوا فلمن بعت بيتك قال بعته لسيدي ومولاي سيد الشهداء الإمام الحسين هذا يعطيني ثمن اغلى مما ذكرتم واغلى واعلى الثمن اللي يعطيه سيد الشهداء لا يقارن بهذه القيم اخذوا هذا المفتاح وافعلوا بالبيت ما شئتم قالوا له اذا كنت تريد تبيع البيت او تعطيه مجانا فليش صبغت البيت؟ قال أنا فكرت أن لا أقدم لسيد الشهداء شيء معي أقدم له شيئا جميلا هذا المفتاح أخذوه وأفعلوا به ما شئت العم كان ينقل أن الجد رحمة الله عليه أوصى أن يدفن في هذه البقعة الآن الجد مدفون في بيت ذلك التاجر عندما تدخلون من باب القبله على يمينك هذا بيت ذاك التاج